ده كده الصفحه الثانيه بتاع الهوم ورك بتاعتنا. كان بيقول لي اول سؤال تشوز ذا كوركت انسر، ويتش نمبر از ذا جريتست. انا عايز الجريتست نمبر. كلمه جريتست معناها ايه؟ الاكبر. طيب اول حاجه انا بعملها بعد الديجيتس. بصوا كده هنا في كام ديجيت؟ 6 7 7 7. يبقى ده معناه ان ال 6 ديجيتس دي انا مش هبص لها اساسا، انا عايز ذا جريتست نمبر. طب ابدا بقى، هنا في كام مليون؟ 4 مليون، 5 مليون، 5 مليون. يبقى مش هبص لمين؟ للفور. 5 مليون 5 مليون، 490,000 490,000، لحد دلوقتي قد بعض. دي كام ودي 30؟ يبقى مين الاكبر؟ 30. السؤال اللي بعد، ركز قوي وافتكر مالتيبل. يعني ايه مالتيبل؟ يعني ايه اللي في جدول 8؟ نقط اذا مالتيبل اوف 8 معناها مين في تيبل 8؟ قلنا كلمه مالتيبل شبه كلمه ايه؟ تيبل. مين من الاختيارات في تيبل 8؟ طب وليه ما قلتوش 4؟ اقل من ال8. اقل من ال8 لما تيجي تسمع تيبل 8 اول حاجه بتقولها ايه؟ 8 باي 1 ب 8. هل ينفع تقول 4؟ لا. طب نشوف السؤال اللي بعده. Which of the following is the least؟ فاكرين لما كنا بنقولها بصوت واطي؟ least. ليه؟ عشان هي اقل حاجه. The least number possible formed مكون formed from the digits اللي قدامي دي. مين اصغر نمبر اقدر اكونه باستخدام كل الديجيتس؟ انا ماليش دعوه بالاختيارات، ما حدش يقول لي ايه وبي وسي ودي. احنا بنحل. هنبدا ازاي؟ مين اصغر واحد؟ ينفع احط زيرو الاول؟ فاحط ايه يا ملك؟ 2 الاول وبعد كده زيرو. 4 7 8. الاختيار ايه هو؟ السي. السؤال اللي بعد، في كلمة معوض عنها ومريحني وقايل لي العلامة، كلمة ايه؟ برودكت. احنا قلنا كلمة برودكت معناها ايه؟ باي. هي نفس الباي. لما اقول لك ذا برودكت اوف كذا وكذا معناها اعمل لهم باي. قول لي كده. اه هو كاتبهم اصلا 62 باي 19. اعمل ايه؟ برافو عليك، الزيرو الملون. لسه قايلنا النهارده احنا قلنا ايه؟ هتعمل ايه حضرتك؟ هتجيب ال 62 باي ال 19. هبدا اشخبط على ال 1 واعمل 62 باي 9 9 باي 2 18. 8 and carry up 1. 9 باي 6 54. هنعمل ايه؟ نزود ال 1 اللي كان معانا 55. ايه الخطوه اللي بعدها؟ هنشيل الشخبطه نحطها على ونحط ايه؟ زيرو ملون. 62 باي 1 62. اعمل بلس. دول 8، دول 7، دول 11. هكتب ال 11 كلها. يبقى الاجابه بقت ايه؟ 1178 اللي هي الاختيار الاخير. السؤال اللي بعده، ذا نمبر كام؟ ايه ده؟ ركز لو سمحت. كلمة فاكتورز دي كنا بنعمل شكل حرف بنحط جواه الفاكتورز. حرف اليو. جدع يا مرام. بصوا كده، حرف اليو اللي هو ده. ده زي حرف التي وزي التري الشجرة اللي كنا بنعملها وزي الرينبو. خلاص كده؟ طب فكرني بقى، هو حرف اليو ده والتي تشارت كنا بنعمله ازاي؟ كنا بنبدا من اول نمبر كام؟ 1. 1 باي كام يديني 18؟ 1 باي 18. واتس افتر 1؟ 2. 2 باي كام يديني 18؟ 2 باي 9. 3 باي كام يديني 18؟ 3 باي 6. 4 باي كام يديني 18؟ 4 باي 4؟ مفيش حاجة خالص. كنا بنشطب عليها كأنها مش موجودة. 5 باي كام؟ قبل ما نقول حرى سد، 5 باي كام؟ مفيش. 6 باي كام؟ 6 باي كام؟ أول لما الاقي الأرقام اتشقلبت حرى سد. يعني إيه حرى سد؟ يعني ما تكملش خلاص.
كده المسألة خلصت. يبقى ايه هما الفاكتورز؟ 1 و 2 و 3 و 6 و 9 و 18. هو بيسألني ايه؟ ذا ايه؟ نمبر اوف فاكتورز، عددهم 6. طب تاني كده، هو مين فاكتور؟ احنا لو كتبناها كده 1 باي 18 2 باي 9 3 باي 6 مش دول الفاكتورز؟ لما تيجي تعدهم النمبر اوف فاكتورز بتعد كل واحد لوحده. حد فاكر ده كان اسمه ايه؟ ركز، كان اسمه حاجه فاكتور. بير فاكتور، او فاكتور بير. بير يعني ايه؟ زوج. لما قلت لكم حاجتين مع بعض، اول لما اسالك في كام بير اوف فاكتور، هنا في كام بير؟ اه في 3، لانك بتعد كل اثنين مره واحده. ده بير وده بير وده بير، يبقوا كام بير؟ 3 بيرز اوف فاكتورز نمبر. يبقى هنا الاجابه بقت كام؟ 6. طيب ماشي، السؤال اللي بعده سؤال بسيط بس محتاج خطوات شويه. السؤال هنا ها، A train has 896 seats for passengers، للمسافرين. قطر فيه عدد المقاعد ده كله للناس اللي هتسافر. If there are 8 carriages، في 8 عربيات جوه القطر. ماشي. On the train and each carriage has the same number of seats، ليه نفس العدد من المقاعد. احنا قلنا كلمة seat معناها ايه؟ مقعد. How many passengers can sit in each carriage؟ تقدر تحط هنعمل لهم باي ايه؟ برافو عليك يا حلا. ديفايد. ازاي باي؟ انا بقول لك قطر كامل عدد الكراسي اللي جواه كلها 896، جواه 8 عربيات، كل عربية ليها نفس ما انت انا قريت السؤال وترجمته. كل عربية جواها نفس العدد من المقاعد، كل عربية يتحط فيها كم مقعد او يركب فيها كم واحد. فانا هعمل ايه؟ همسك ال 896 اعمل لهم ديفايد على مين؟ ال 8. يبقى هروح كاتب كده 896 ديفايد ال 8. فاكرين اللونج ديفيجن؟ فاكرين الستبس بتاعتها؟ ايه الخطوات؟ طب ثانيه نكتبهم. اول خطوه دور على الاقل او بيساوي يا عم. لا الثانيه كان اسمها ايه؟ ان ال فوق وتحت. الثالثه ماينس يعني شيل. الرابعة اسحب اللي جاي. تعال نفتكر كده ايه الكلام ده يا مستر، انا مش فاهم. نكمل الاسئلة اللي قلنا عليها. السؤال بيقول لي هنا بوت ترو اور فولس. برضو اول سؤال ده ليه اكتر من طريقة حل، بس عشان انا اقدر اشرح لك السؤال بالطرق كلها، عايزك في الاول خالص كده تفتكر حاجة احنا كنا بنعملها او كعية، اللي هي دي. لو انا عملت كده دلوقتي ستار بلس سيركل ايكوال سكوير، وعملت مثلا تراينجل ماينس ريكتانجل ايكوال ترو، اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي علامات، انا بتكلم على ايه؟ بتكلم هنا مين اكبر واحد هنا، او مين التوتال السكوير؟ ليه؟ لانك لما بتاخد الستار تعملها بلس السيركل، الرقمين دول بلس بعض بيديني مين؟ بيديني مين؟ السكوير. يبقى ده التوتال، وده كده بارت 1 وده بارت 2، بارت 1 وبارت 2، وده التوتال اللي عندي او الهول. ماشي، هل الكلام ده هو بقى في مساله الماينس؟ الاول هو التوتال. ليه بقى؟ لان التراينجل ده هو اكبر حاجه عندي في المساله. لما اشيل، مش احنا قلنا ماينس يعني شيل، لما اشيل منها حاجه هيبقى حاجه كمان. فده معناه ان مين اكبر واحد في دول؟
مين اكبر واحد؟ الترينجل. يبقى دلوقتي التوتال هو الترينجل، وده بارت 1 وده بارت 2. انت ليه يا مستر قلت كده؟ هقول لك دلوقتي. بص هنا في الادي A minus 3 equal 7. مين هنا التوتال؟ الـ A. هل ينفع الـ A تبقى 4؟ ليه لا؟ عشان اجمع الـ 3 مع الـ 7 هتبقى 10، يبقى التوتال هو 10. المفروض التوتال يبقى 10. ده دي طريقة. الطريقة التانية أنا بسأل هنا مين الكبير ومين الصغير. أنا بحل المسألة هنا بالفهم كده، ماليش دعوة بالنمبرز خالص. يعني أنا عارف إن أكبر نمبر في الإيكويجن دي كلها المفروض يبقى الـ A. مش ده التوتال؟ صح؟ ازاي بقى بتقول لي ان الاي 4 اما في 7 اكبر منها اهي؟ يبقى الجمله اللي قدامي دي ترو اور فولس. دي طريقه، دي طريقه حل. في طريقه ثانيه ان انا احل المساله، انا اللي هحل المساله واجيب الاي هتطلع بكام، زي ما مينا عمل كده. مينا عمل ايه؟ عمل شكل البار في دماغه اهو، وبدا يقول مين التوتال في دول؟ تتحط فين؟ فوق. مين البارتس؟ ال 3 وال 7. يبقى ده معناه ان الايه المفروض تبقى بكام؟ ب 10. هل الايه ب 10؟ غلط. يبقى دي تاني طريقه تعرفك ان المساله غلط. طب الطريقه الثالثه والاسرع، هو قايل لك ان الايه بكام؟ طب ما تجرب كده تحط الايه ب 4، حطها في المساله. 4 ماينس 3 ايكوال 7. غلط. يبقى ده غلط. كده احنا حلينا المساله بكام طريقه؟ ثلاثه، كلهم يوصلوك ان المساله تبقى فولس وغلط. نشوف السؤال اللي بعده. الشكل ده هو اريا موديل بيعبر عن ريبريزنت 7 باي 28. شوف صح ولا غلط. هنا مكتوب 20، هنا مكتوب 8، هنا مكتوب 7. ها صح ولا غلط؟ صح. هو كسر ال 28 خلاها 20 لوحدها و8 لوحدها، وادي ال 7. والشكل ده هو بيعبر عن كام باي كام؟ 7 باي 20. هو ركن الزيرو وعمل 2 باي 7 14. طب الشكل ده بيعبر عن كام باي كام؟ 7 باي 8 ايكوال كام؟ 56. يبقى الجملة دي ترو ولا فولس؟ ترو. اللي بعده بيقول لي 7 باي 243 ايكوال 7 باي 2 بلس 7 باي 4 بلس 7 باي 3. ده هو نسي الزيروهات. انا عارف ان ال 2 دي المفروض تتقري ازاي؟ 200. هو كاتبها ايه بس؟ طب وال 4 بتتقري ازاي؟ 40. وال 3 تتقري 3، هي الوحيده اللي كاتبها صح. يبقى الجمله دي ترو ولا فولس؟ فولس. السؤال اللي بعده بيقول لي 32 ايه الكلمه؟ ايكوال 3.2. ها الواضح ان اكتر اتنين مركزين النهارده او في الحبه اللي فاتوا دول مينا وياسين. اكتر اتنين مركزين ليه؟ هما بيقروا السؤال ويركز ويجاوب. هو لقى 32 تنفس. تنفس دي معناها ان البوينت تتحط فين؟ بعد 1 ديجيت. هي مكتوبه ازاي؟ 3.2. يبقى صح ولا غلط؟ صح. ليه غلط يا محمد؟ ما هي بابا البوينت بعد كام ديجيت؟ 1 ديجيت. يبقى ترو. اللي بعده هو عامل علامه الراوند وقايل لي تو ذا نيرست ايه؟ فين ال 10000؟ ال 2. ال 2 هي ال 10000. هبص لمين؟ سترونج ولا ويك؟ هتزق ولا لا؟ هتخليها كام؟ بقت 30000، وهو كاتبها فعلا 30000. يبقى ترو. السؤال الاخير في ترو فولس، 7.2 greater than 7.16. ليه؟ لا انا كده مش سامع. لا لا مش سامع. اللي عايز يجاوب يرفع ايده. ها يا ملك. أنا لو حطينا زيرو هنا جنب ال 2 بقت 7.20. اه دي 20 ودي 16. طب الزيرو اللي انا زودته ده ليه قيمه ولا يبوظ المساله ولا ايه؟ هو ملوش قيمه. ليه؟ لان انا عارف ان 2 من 10 هي هي 20 من 100 هي هي 200 من 1000، وده اللي احنا لسه هنتكلم عليه النهارده. يبقى الجمله دي بقت ايه؟ ترو.